أرسل رئيس حركة فتح محمود عباس ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهاني كلماتهما إلى الاجتماع، وشارك الاجتماع عبر فيديو أكثر من 100 شخصية من سياسيين الشباب وممثلي شباب من 14 دولة عربية. كما حضره وزير دائرة علاقات خارجية للجنة المركزية لحزب الشعبي الصيني سونغ تا وألقى كلمة رئيسية. الغرض من اجتماع اليوم هو الاستجابة بفعالية للتوقعات المتحمسة للقادة الصينيين والعرب لتعزيز تعرف الشباب العرب من جميع الأوساط في الدول العربية على الصين والحزب الشيوعي الصيني، وتعميق الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية إلى مستوى أعلى. وتبادل السياسيون الشباب المشاركون وممثل الشباب العرب تجاربهم الحقيقية في عملية التعرف على الصين والحزب الشيوعي الصيني. أعرب علي قلي من تيار النهضة اليمني عن رأيه الخاص ودعمه للالتزام بمبدأ الصين الواحدة. ولاج الصين تعمل على مسألة دولة واحدة ونظامان، هي سياسة وطنية أساسية في الصين. مبدأ الصين الواحدة ومارس الدولة واحدة ونظاما هو مبدأ عظيم وهو شأن داخلي للصين، وهي التي بيدها أن تتصرف في شؤونها الداخلية بما ترى مناسبا بما يناسب حكومتها وما يناسب شعبها. الحزب الشيوعي الصيني هو لم يأتي إلى الحكم من فراغ، إنما جاء نتيجة إبداعات سابقة وإنجازات ونتيجة إرادة قوية وإدارة ممتازة، وكان هذا من أهم أسباب وأسرار إنجازات الصين وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني.